الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة. دكتورة مساء الخير. مساء الخير، أهلا بحضرتك. يعني خليني أبدأ بالتطعيم القطاع السياحي. ما قالت عنه السيدة الوزيرة أنه سيتم تطعيم كل العاملين بالقطاع السياحي، هل قالت لكم إمتى؟ ما هو المعني بالقطاع السياحي؟ يعني كل العاملين بالقطاع السياحي؟ بالفعل هو فعلا في تنسيق الحقيقه من معالي وزيره الصحه، وبتشرف عليه وزاره بيشرف عليه مجلس الوزراء، بتنسيق ما بين وزاره الصحه ووزاره السياحه والاثار وحتى المحافظات السياحيه انه نطعم جميع العاملين في القطاع السياحي. ده طبعا نشاط اقتصادي مهم، السياحه وقفت تماما. كنا بنتكلم من فترة على ان احنا نعمل سيف كوريدورز، نعمل ممرات آمنة بيننا وبين الدول تطمئن من اجراءاتنا، وانه احنا اللي هيجي هنا مش هيصاب نتيجة احتكاكه باحد العاملين. فده طبعا الحقيقة خبر ايجابي جدا جدا، واحنا بنقوم بالتنسيق دلوقتي لمواساة وزارة الصحة بالاعداد المستهدفة من العاملين في القطاع السياحي. تقريبا احنا متوقعين كم عامل في القطاع السياحي حاليا يا دكتورة؟ يعني هو طبعا عشان احنا شغالين بقالنا فترة ب 50%، لا أتصور أنه هيقل عن 100,000 150,000 في المحافظات السياحية حاليا. يعني بنلم الأعداد وإن شاء الله هنبلغ بيها معالي وزارة الصحة.